الفكره، بص احنا قلنا ايه هي الفكره؟ الصفقات زي البطولات. النهارده انت بتسابقني في صفقه، بتخش معايا في صفقه، الغلبه لمين؟ الزمالك على فكره مضى بفلوس اقل، وحياه النعمه دي انا ما بهزر، ايا يعني كان للاعب. بص ايا كان في الاخر جه لعب وفلوس اقل، بس الزمالك دفع فلوس اكتر لامبي. ايا كانت الفلوس اقل، الفلوس الزمالك نادي كبير بيقدر يتمن ويقدر يقدر اللاعب اللي هو عايزه بالقيمه اللي يستحقها اللاعب والقيمه اللي تساوي اسم نادي الزمالك. صحيح. فكتير صغير محدش بيدفع لنادي الزمالك، نادي الزمالك اللي دفع. ففكره ان اللاعب محدش ملوش دعوه، يعني مثلا كابتن اسلام الشاطر يطلع يقول لك ايه منين الفلوس، هو محدش ليه دعوه، هو الزمالك قادر يكفي نفسه، قادر ان هو يجيب 10 12 15 16 صفقه، ما بيقولش لحد هات. فمحدش يسال انت جبت ده ازاي او جبتش ده منين، لان انت كنت داخل فيه وما عرفتش تجيبه. انتصر المستشار مرتضى منصور وانتصر نادي الزمالك في صفقه مصطفى شلبي. شئنا او ابينا هي صفقه كان صراع معلن بين الاهلي والزمالك من شهر ونص على لاعب مهم في نادي انبي اسمه مصطفى شلبي. قدر نادي الزمالك ان هو يحسم الصفقه لصالحه. النهارده نادي الزمالك دخل في كل الصفقات اللي دخل فيها، قدر ان هو ينتصر على كل المنافسين وكل من دخل معه في كل الصفقات. قدر نادي الزمالك ان هو يضم زي ما حضرتك تفضلت وقلت، زي الاستاذ مرتضى منصور ما قال من فتره ان هو بيدعم بلاعيبه منتخبات. النهارده لما تيجي تشوف قوام الاساسي لمنتخب مصر ستة أو سبعة قبل ما تجيب الصفقات الجديدة، أنت جبت صفقات جديدة من منتخب مصر. دونجا دونجا منتخب مصر، عمر جابر منتخب مصر، محمد صبحي منتخب مصر. عمرو الثلاثة مين بقى؟ غير إبراهيم أنضاي وغير زكريا الوردي منتخب مغرب المحليين، سامسونج منتخب بنين. يعني أعتقد عمرو السيسي تم ترشيحه في وقت من الأوقات للمنتخب. ومصطفى شلب. ومصطفى شلب. النهارده انت يوسف حسن الناشئ ده منتخب مصر يوسف 2003. حسن ده لعيب، بص اتفرج عليه على لمساته في الكوره، لعيب عبقري. مصطفى شلبي كان مع ايهاب جلال، كان مع ايهاب جلال في المنتخب قبل ما ايهاب جلال يمشي. انا بقول لك كل اللعيبه اللي قلتها دي لعيبه منتخبات منتخب مصر ومنتخبات عربيه. فنادي الزمالك النهارده لما بتيجي يعني الزمالك بقى عامل زي ايه الدوري الانجليزي، يقول لك اللعيب ما يجيش عندي الا لما يكون ليه عدد مباريات دوليه. فنادي الزمالك بقى عامل زي انجلترا، ما بيضمش لعيب الا بعدد مباريات دوليه، يكون لعيب شارك مع منتخبات، ما بتجيبش لعيب نص لبه عشان يبقى فيه عموله او يبقى فيه سمساره، لا، لعيب على عينك يا تاجر، معروف اسمه وتاريخه وسعره، معروف هو شارك فين، معروف بيلعب فين. النهارده انت لما تجيب مصطفى شلبي نجم نادي انبي، وانبي يقول انا عايز فيه 15 و20 مليون، انبي ده نادي كبير بيعلن عن ثمن الصفقه اللي هياخدها، يعني بضاعه حاضره قدام الناس كلها، قيمتها مدفوعه قدام الناس كلها لا تحتمل القيل والقال، ما فيهاش عمولات. بتجيب لعيب براند زي ما بتجيب، تخش تجيب قميص ماركه ما ينفعش نشكك فيه، ده تمن وكذا معروف. لكن لما تروح تجيب قميص من العتبه يبقى ب 30 جنيه ب 50 جنيه نتكلم. خد بالك العتبه فيه حاجات حلوه في لا بس البراندات ايوه انا عارف البراندات عارف. معروفه عشان فيه. بس ما عادش يقول لك انت لا 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 احنا بنتكلم بس العتبه ده معروف ان هو سوق يعني ايه سوق الشعبي اللي هو ما فيهوش البراند، لكن صح. البراند ده اللي انت بتجيبه من مكان معين تسعيرته معروفه. فنادي الزمالك لما بيجيب لعيبه ما بتحت يعني دونجا ما ينفعش حد يقول ايه الزمالك جابه مثلا ب 10 مليون وهو يساوي 2 جنيه. عمر جابر ما ينفعش حد يقول ده جابه من بيراميدز ب 8 مليون وهو لا، في لعيبه جايه اسعارها معروفه، يعني اسعار لعيبه دوليه. الزمالك قدر يجيب سكواد دولي محترم يحقق طموحات جمهوره خلال الفترة اللي جاية، لأن طموحات جمهور نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مش هتقف عند بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي، ومش هتقف عند بطولة الكاس كاس مصر، لا دي ممتدة للتتويج ببطولة أفريقيا واستمرار الفوز ببطولة الدوري المصري يعني إلى ما شاء الله.